وثق تقرير للسلطة المحلية في مأربة جرائم قصف ميليشيا الحوثي للأحياء السكنية، حيث تسبب الاستهداف باستشهاد 31 مدنيا وجرح 77 آخرين منذ إبريل الماضي وحتى مطلع أكتوبر الجاري. القصف الحوثي تسبب في تدمير 14 منزلا كليا وجزئيا وإعطاب 10 سيارات بينها سيارة إسعاف. وذكر التقرير أن عدد الصواريخ البالستية التي قصفت بها ميليشيا الحوثي الأحياء السكنية خلال 6 أيام فقط تجاوزت 15 صاروخا بالستيا. التقرير أكد أن ميليشيا الإرهاب الحوثية قصفت الأحياء المكتظة بالمدنيين بأكثر من 300 صاروخ بالستي وغير بالستي وطائرات مفخخة. إحصائية رسمية سابقة وثقت إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ ومقذوفات على الأحياء السكنية حتى نهاية العام الماضي تسببت باستشهاد 469 مدنياً وإصابة أكثر من 1000. ويرى مراقبون أن إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية لكل هذه المقذوفات والصواريخ على الأحياء المدنية بمأرب نظراً لدور المحافظة في التصدي للمشروع الفارسي وإفشال كافة مخططاته.